السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشتركين ومشاهدي القناة الكرام. اليوم نشرح لكم حول نظام الخروج السهل. طبعا هواي أخوان جاي يسألون على الجروب شنو معنى الخروج السهل من السيارة. أخوان بالنسبة للسيارات المزودة بالذاكرة، ذاكرة حفظ وضعية المقاعد، أكو سيارات مزودة بثلاث وضعيات وأكو وضعيتين. هذا عندنا سوناتا هيونداي 2013 مزودة بوضعيتين. الخروج السهل معناه تحرك أو رجوع المقعد الى الوضع الطبيعي اللي مضبوط عليه حتى يفسح للسائق بالخروج بصوره سهله. الان من نشغل السياره شوف شلون شنو راح يحصل. هسه تشتغل السياره، من تريد تطلع من السياره راح يصير خروج سهل، يرجع المقعد الى وضعه الطبيعي. هذا معنى شوف المقعد رجع، شغل هذا. من تريد تصعد من تشغل راح يرجع الى مكانه اللي محفوظ بالذاكره. وعند الاطفاء، يرجع المقعد الى الخلف لغرض تسهيل خروج السائق. اعتقد هذا نظام ممتاز جدا لغرض خروج السائق من السياره ويسمى بنظام الخروج السهل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.